هلا يا ولد، أنا ملزم السابعة والسادسة. أنا أول شي تعاريف الإثكس، الأخلاق شنو معناها؟ معناها هي كلمة يونانية Greek word refer to the character، تعود إلى الشخصية، and the individual behavior يعني السلوك الفردي، هي تعود إلى شخصية أو سلوك فردي. الإثكس مهم. أوكي، تو شنو؟ diagnose and prognosis and treatment. ها هي بس هذين تقدر تسويهن، يعني هي فائدتها بالدايغنوسس بالبروغنوسس بالتريتمنت. همين احنا شنو عندنا؟ عندنا اذا تريد يعني فد نوب الريفرسبل هارم may be caused by the error test. اوكي، يقول لك اكو اخطاء او اخطاء خطيرة لا يمكن العودة بيها اذا سوينا احنا اخطاء بالتيستات مالتنا. الفاكتورات اللي تأثر على الاخلاقيات شنو هي؟ اول شي البيرسون، أول شيء يعني الشخص هو نفسه. أولا العائلة، تربية العائلة كلش مؤثرة. عندنا religion اللي هو الديني، وعندنا personal standard اللي هاني أعتمد عليها اللي هي القيم والمعايير الشخصية. أوكي، عندنا organization يعني التنظيم، يعني المكان اللي أنت يا منظم عايش بيها مثلا. عندنا السوبرفايزر اللي بيهيفر اللي هو شنو؟ السلوك الإشرافي، يعني عليك مشرفين وعليك دكاترة وعليك مسؤولين، فهنا أنت لازم تسلك سلوك معين. عندنا البوليسي ستيتمنت اللي هو البيان السياسي، يعني أنت مثلا وفق مجموعة من السياسات لازم تتبعها. عندنا الريتن رول يعني كتابة قوانين، اكو قوانين محطوطة احنا نلتزم بيها. عندنا مثلا هنا الانفايرمنت اللي هو ثالث شي، الجوفرمنت لو الدولة بسوية فت قوانين واحنا ما يصير نخرق هاي القوانين. هاي اوكي، عندنا البيري اناليتيك فيسس. بقى هنا اكو فد نقاط تصير اللي هي شنو قبل التيست، يعني هو الرجال قاعد قدامي فاني اقعد اجهز روحي قبل ما اخذ منه سامبل زين. فهنا الاخلاقيات مالت مش لازم تكون، لازم نطلب منه 4 مطالب. يعني اولا لازم طلب التيست المناسب اللي هو order the appropriate test، يعني اطلب التيست المناسب له. مثلا هو يريد مثلا ما ادري سي بي سي، اقعد اسوي له سي بي سي، مو اقعد اسوي له غير شيء. عندنا هنا not order test for financial gain، يعني شنو؟ يعني لا مو بمكسب مالي اسوي التيست. discuss the risk and benefit of the test to the patient، اشوف المخاطر واشوف الفوائد للمريض. عندنا من شنو؟ ارسال التيست الى المختبر المناسب اللي هو شنو refer the test to the appreciated lab، اودي اللاب المناسب له. نزل جواب. عندنا consent، ها عندنا اول شيء اللي هو respect for the person، لازم احترم الانسان مقابلي، فلازم اطلب منه شنو؟ انه اسحب منه الدم. اوكي، هو هذا الشيء خريط. ننزل جوا، عندنا البنفيت. البنفيت كل التيستات should be benefit to the patient based of the best medical evidence. بقى لازم احنا نسوي التيستات شو اقول لك يا افضل ادله طبية، يعني لازم ادلالات طبية انه احنا عندنا دليل انه احنا راح نسوي لك اياه التيست بافضل شيء ممكن. انا شنو جاستس اللي هي العدالة، giving each person what he or she deserve deserve، يعني اخدم شكو انسان بافضل شيء، افضل شيء ممكن يعني ما اعتقد اللي هو العدالة جاستس. نزل جواب. عندنا هنا شنو هذا الاناليتيك. هنا الاناليتيك انا يعني بعد اخذت السامبل منه، يعني السامبل صار لمي. اوكي، هنا عندنا respect for the person patient have the right to decline to have their specimen. بقى المريض من حقه انه يقول لك يابا اصلا سحبت منه دم ودا اخذه، كلش من حقه انه يمنعك يقول لك لا ما اعطيك دم، فهذا شيء طبيعي يعني انه يرفضك ويقول لك لا ما اريد منك ده، ما سوي التست مالته. نزل جوا، عندنا البنفيت. اوكي، يقول لك الايم مالتنا هو شنو؟ provide the best possible analytic result، يعني اجيب افضل نتيجة ممكنة للتست.
زين، هنا اكو فد مقولة كلش مهمة اللي هو wrong result is worse than no result. يعني أسوأ شيء انه نعطي نتيجة خاطئة على انه ما نعطي نتيجة اصلا. يعني اذا ما تعطي نتيجة احسن ما انه تعطي نتيجة خاطئة، لان اذا اعطيته نتيجة خاطئة احتمال يقعد شلون اقول لك، يروح يصرف ادوية ويصرف شيء هو كل شيء ما بيه. عندنا good lab reviews. اوكي، شو وقت يرفضون؟ refusal يعني رفض التحليل. poor sample، incorrect، وشنو poor label. هاي 3 نقاط مهمة. إذا جوا هنا justice، justice هنا analyze of the patient sample based on the gender and age and region. يعني مثل label، تقول تلابله، لازم انت تلابل تخلي information إليه. هاي خلصت من السنة.